أنا اسمي إسلام حسين، بشتغل باحث في جامعة مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها الـ MIT، ترتيبها الأول على العالم. أنا معايا درجة دكتوراه في علم الفيروسات من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وبشتغل في المجال بتاع الفيروسات بقالي 14 سنة. يعني اديت لنفسي الحق ان انا احاول اعرف او اتعلم شوية عن الاختراعات اللي اعلن عنها الجيش، واحاول افهم ايه الموضوع بالظبط. انا مش مع حد ومش ضد حد، انا رأيي اللي حدهولك النهاردة ده رأي محايد 100%. انا هتكلم عن الموضوع من الناحية العلمية فقط، انا خارج اي صراع سياسي بيدور دلوقتي في البلد. انا هتكلم في الموضوع ده من الناحية العلمية علشان حاسس ان واجبي كمصري بيفهم في المجال ده ان انا افهم الناس اللي انا عارفه، اشرح للناس ايه فكرة الموضوع. لا، انا مش ضد الجيش، انا بعمل كده عشان خاطر انا قلبي على بلدي وقلبي على جيش بلدي. الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع ده من ساعة ما تم الإعلان عنه، والناس كلها تقريبا يعني مش عارفة، يعني في حالة ارتباك في مصر وخارج مصر، لأن احنا أعلننا على مستوى الدولة المصرية للعالم كله إن احنا عندنا اكتشاف عالمي. فاحنا بالفعل جذبنا انتباه الميديا العالمية كلها. احنا النيويورك تايمز بتتكلم عننا دلوقتي، بس عايز اديك امبريشن إن الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع بتاع الاختراع او الاختراعين اللي اتكلم عنهم الجيش، وكلهم بيقولوا يعني الموضوع فيه كريتيسيزم، يعني فيه نقد، يعني الناس شاكه انه الكلام ده يكون حقيقي. البي بي سي والسي ان ان، موقع اخباري فرنسي اسمه فرانس 24، الجارديان اتكلمت في الموضوع ده. بص كده معايا على الكاريكاتير ده، يعني هو ماسك حتة الخشبة دي، وتقريبا ده تشبيه بالجهاز بتاع السي فاست اللي هو فيه اريال كده اللي انتوا اكيد شفتوه في الاخبار. فهو ده الشكل اللي الميديا الغربية بتتكلم عننا بيه. تم الاعلان عن حاجتين، تم الاعلان عن اختراع اسمه السي فاست، وفي فيرجن منه ديجيتال اسمها الاي فاست ما شفناهاش، شفنا اللي شفناه في الميديا السي فاست. وتم الاعلان عن السي فاست ده كجهاز لتشخيص الامراض الفيروسيه، على وجه التحديد سمعنا عن انه الجهاز ده بيشخص الهيباتيتس سي وبيشخص الانفلونزا، وسمعنا كلام عن الاتش اي في او الفيروس اللي بيسبب مرض الايدز. وهنتكلم كمان على حاجة سمعناها برضو، اختراع تاني اسمه الكومبليت كيور، وتقدم لنا الاختراع ده في المؤتمر الصحفي اللي سمعناه تقريبا مش فاكر يوم الحد، على انه جهاز بيعالج تقريبا يعني عدد لا بأس به من الامراض الفيروسية، منها الهيباتيتس سي ومنها الاتش اي في. يعني لازم يكون دقيق جدا جدا في المعلومة اللي انا بقولها لك وفي السوق في السورس بتاعها، يعني انا جبتها منين. انا هستخدم الاوفيشال المصادر الرسميه العلميه اللي خرجت من الناس اللي اتكلموا عن الاختراع ده او اللي اعلنوا عنه في الاوساط العلميه. جبت المصادر الرسميه اللي اتنشرت وقريتها، وانا دلوقتي هحاول افهم معاك وافسر معاك الكلام اللي منشور في المصادر العلميه دي ايه. دي البيبر اللي اتنشرت، هو ده العنوان بتاعها، اتنشرت في مجلة اسمها World Academy of Science, Engineering and Technology في سنة 2013 زي ما قلت لكم. دي اسماء المؤلفين بتاع البيبر، بالنسبة لنا مهمة جدا لما بنيجي ننقد اي بيبر، بنبص لحاجات كتيرة، بنبص اتنشرت فين، وبنبص للمؤلفين بتوع مين الناس دي، ايه الريكورد بتاعهم، ايه التاريخ بتاع الناس دي. فالبيبر دي عليها ست اسماء، منها اتنين مصريين، الدكتور جمال شيحة ده اللي هو شفناه كتير في الاعلام الكام يوم اللي فاتوا، في دكتور تاني مصري اسمه وليد سمير، بصراحة ما عرفتش الاقي صورته، يعني ما دورت ما قدرتش اوصل لصورته. وبعدين في عندنا كمان اربع دكاترة غير مصريين، اتنين منهم من باكستان واتنين منهم من الهند. وبصراحة يعني قعدت ادور على التاريخ بتاع الناس دي او الانجازات العلمية بتاعتهم، يعني ما لقيتش كلام كتير. يعني الناس دي ملهاش تاريخ طويل في مجال البحث العلمي او ملهاش انجازات علمية كبيرة. البوستر ده اتنشر في تقريبا، البوستر ده اتعمل في مؤتمر،
والبروسيدنجز بتاعت المؤتمر دي غالبا بتتنشر في مجله من المجلات العلميه، فاتنشر في مجله اسمها جورنال اوف هيباتولوجي في 2011، يعني البوستر حصل قبل البيبر. طيب انا قلت لكم ان احنا لما بنقيم اي محتوى علمي بنبص للبيبر اتنشرت فين، لانه كل ما البيبر تتنشر في مجله السمعه بتاعتها كبيره كل ما بيكون التاثير بتاعت البيبر دي اكبر، او بنسميه الامباكت فاكتور بتاع البيبر بيبقى اعلى جدا. بدات ادور شويه ورا المجله دي ايه بالظبط وايه الناس، مين الناس اللي بينشروها، عشان نفهم بس نفهم الاساس بتاع الموضوع. يعني كل ما يكون المجله ليها معامل تاثير اعلى كل ما يكون الجوده بتاعه البحث اللي بيتنشر فيها اعلى. ففي عندنا مجلات كتيره مشهوره جدا من المجلات الكبيره، او عندنا حاجه اسمها نيتشر وساينس والسيل، وفي بي ان اس في المجال بتاع البايوميديكال. فدي مجلات لما انت بتقرا بيبر منشوره في نيتشر ولا في ساينس على طول ايميديتلي اول حاجه بتفكر فيها انه الكواليتي بتاعت البيبر دي عاليه جدا، انها حاجه من الحاجات التوب، حاجه من الحاجات اللي بتغير وجه العلم. طب انا قعدت ادور على المجله اللي نشرت البيبر اللي اتكلمت عن السي فاست، اوكي، عشان اعرف الكواليتي بتاعتها شكلها عامل ازاي. انا قعدت ادور على الاوريجينز بتاع المجله دي ما لقيت لهمش غير الويب سايت ده، وبصراحه ويب سايت عجيب جدا. ففي ويكيبيديا لهم في صفحه على الاكاديمي دي، وقعت عيني على الكلمتين دول انه الاكاديمي دي، اقرا كده معايا، has been listed as a potential possible or probable predatory publisher. معناها انه الاكاديمي دي او دار النشر دي، اقرا كده معايا ايه اللي مكتوب، it accepts articles quickly with little or no peer review or quality control. يعني المجله دي بتقبل الابحاث بدون مراجعه او مع مراجعه بسيطه جدا معاهم، including hoax. hoax يعني بالعربي يعني اي كلام، يعني مقلب، يعني واحد بعت لك اي كذبه ابريل، يعني تهريج، مش 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 بحث علمي. انت لما بتيجي تنشر بحث بتروح تبعته لمجله علميه زي اللي قلنا عليهم نيتشر وساينس والكلام الكبير ده، فبيتراجعوا، اللي هو اللي احنا بنسميه البير ريفيو. بير ريفيو يعني بيتبعت لناس متخصصه في المجال ده وبتقول رايها، وبتطلب منك شويه حاجات، او ممكن ترفضها خالص، او ممكن تطلب منك تعديلات، او ممكن تقول لك والله الاكسبيرمنت التجربه دي محتاجه شويه شغل، وهكذا. دار النشر دي ملهاش تاريخ مشرف، قد تكون هناك معلومات غير متاحه انا ما اعرفهاش، انا بعتمد على الكلام اللي في ايدي اللي اتنشر. عندي سؤال، انا كواحد ساينتست عندي سؤال، لما احنا عندنا حاجه بالامباكت الرهيب ده، عندنا حاجه ليها قيمه كبيره جدا، ليه نرميها في مجله زي دي؟ طالما عندك اختراع رهيب كده ما تروحش ترميه. انا ما بعملش كده في شغلي، وانا كمصري ابقى متحسر، لان انا عندي بلدي طلع منها اختراع يغير وجه الطب او يغير وجه التشخيص او يغير وجه العلاج، وراح، لا معلش اعذروني في الكلمه، اترمى في مجله ملهاش اسم. ده في البحث العلمي يعتبر خساره كبيره جدا. السي فاست ده او الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو ده was patented، هذا الجهاز حصل على براءه اختراع، دي ترجمه كلمه was patented. بعد شوية هوريك انه الطلب بتاع براءة الاختراع اترفض. وعلى فكرة الريفرنس رقم 21 ده، روح كده دور في البيبر هتلاقي ان الريفرنس رقم 21 ده هو طلب براءة الاختراع. بس ما بدللش على كلامي غير بالكلام بتاعي برضو، اللي هو رقم 21، الريفرنس رقم 21 اللي هو الباتنت ابليكيشن ده اللي بعد شوية هقولك انه اترفض. اي حاجه في الدنيا المفروض انه لها الكتروماجنتيك راديشن، او بتطلع ويفز من نوع ما، ريزونانس يعني رنين، يعني لما انت تمسك الجرس وتعمل فيه كده فيهتز اللي جوه فتسمع صوت، ونقدر نديتكتد، نقدر نحددها ونقدر نسجلها الماده الوراثيه بتاعه الهيباتيتس سي فيروس، تحدث رنينا من نوع ما. انا اقدر بشكل غايه في الخصوصيه اقدر باستخدام الجهاز بتاع سي فاست ده اقدر اديتكتد، يعني اقدر احدده واقدر اسجله. هو ده معنى الكلمتين دول، غير ما ندخل في تفاصيل كتيره في علم الفيروسات. وجوه الغلاف في كور كده بيتكون من البروتينات، وجوه البروتين ده في الفيرال ار ان اي او الماده الوراثيه. تركيب اي فيروس بمنتهى البساطه هو كده،
الفيروس ده حاجة جواها حاجة. فاحنا شوف عشان تعرف عظمة الاكتشاف ده ايه، حجمها ايه. الفيروس بارتيكل بتاعت الهيباتيتس سي دي تقريبا حوالي 60 نانومترز. نانومتر دي يعني حاجة صغيرة قوي. وفهمنا يعني ايه اي ام ديتكتنج، انا اي ام ديتكتنج فريكوانسيز خارجة من المادة الوراثية اللي جوه ال 60 نانومتر، ها اللي داخل العلبة اللي هي السايز بتاعها 60 نانومتر، عشان تعرف يعني مستوى الدقة احنا وصلنا لحد فين. يعني انا جسمي اهو لا قدر الله عندي هيباتيتس، الفيروس ده 60 نانومتر في الكبد بتاعي، وانت واقف هنا ماسك الجهاز بتاع السي فاست، انت بتحدد الترددات اللي مش خارجه من جسمي ولا من خارجه من الليفر بتاعي ولا دقات قلبي ولا اي حاجه. انت بتديتكت الفايبريشنز بتاعت الماده الوراثيه اللي جوه الفيروس بارتيكل دي، اللي هو الفيروس بارتيكل دي جوه الخليه، اللي الخلايا دي اللي بتكون الاعضاء بتاعت جسمنا. عشان انا بحاول بس ابسط لك واحاول اوريك مدى احنا داخلين في 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 في, في سكيل شكله عامل ازاي. بناء على البيبر اللي بنقراها سوا بيديتكت الفريكونسي اللي طلع من الهيباتيتس سي جينيتك ماتيريال، ومش اي حته، ده بشكل سبيسيفيك للحته دي. الجهاز ده المفروض بناء على الكلام اللي في البيبر بيحدد الترددات اللي بتخرج من الحته دي. ده جزء صغير جدا من الجينوم بتاع الهيباتيتس سي اللي هو جزء من الفيروس اللي حجمه 60 نانومتر. يعني ده داخلين على حاجه يعني في منتهى 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 الدقه. البيبر دي عايزه تقول لنا انه السي فاست بيحدد الفريكوانسيز دي بالترتيب ده، ولو اتغير الترتيب ده ما يبقاش هيباتيتس سي ار ان اي اني مور، فالسي فاس ده ما عرفش حدده، المفروض ان هو يديك سيجنال نيجاتيف. دي حاجه رائعه. يعني احنا الناس اللي عملوا البيبر دي حددوا الخواص السيجنالز دي وبيستخدموها في التعرف على الهيباتيتس سي ار ان اي اللي موجود جوه الفيروس اللي موجود جوه جسمي. وجسمك ده فيه دي ان اي، في كل خليه فيها دي ان اي، الكروموسومات بتاعت الخليه بتاعتنا دي دي ان اي. فالسي فاست ما بيغلطش ويروح يشوف السيجنال بتاعت الدي ان اي بتاع الخليه، ما بيتلخبطش بناء على الكلام ده، لا ده بيروح يشوف السيجنال بتاعت الهيباتيتس سي. ومش اي حته في الهيباتيتس سي، الفايف برايم انترانسليتد ريجن احنا ورناها لك. احنا لو عندنا حاجه بالطريقه دي فعلا، لو احنا عملنا الانجاز ده وعندنا الجهاز ده اللي عمل الاكتشاف ده، ممكن يترشح لجائزة نوبل. احنا بنتكلم في الليفل بتاع الفيمتو سكند بتاعت الدكتور احمد زويل. دي حاجة اعجاز، انجاز عالمي. طيب هل البيبر دي اللي احنا بنقراها سوا اللي طلعت من عندنا من مصر، هل هي اول بيبر بتعمل الادعاء ده، يا اول ناس تقول ان احنا قدرنا نحدد الالكترومغنيتيك فريكوانسي بتاعت النيوكليوتيدز بشكل سيكونس سبيسيفيك مانر اند ريموتلي من على مسافه؟ هل الناس دي اول مره، هل هم دول اول ناس يقولوا ان احنا نجحنا في ان احنا نعمل كده؟ والله هم كانوا صراحة في البيبر وقالوا كده. يعني هو في البيبر بيقول لك ده كلام الناس اللي كتبت البيبر، بيقولوا احنا اول ناس نعمل كده. وده يمكن طمني، لان انا قلت لك من شويه انا قعدت ادور ما لقيتش حاجه، فده حسسني شويه بالاطمئنان انه الناس دي فعلا بيقولوا بمنتهى الشجاعه في مكانين في البيبر. في حاجات كتيره جدا لازم اعملها علشان اثبت للناس انه انا اقدر اقيس الالكتروماجنتيك راديشنز او الويفز اللي خارجه من الهيباتيتس سي ار ان اي. هل في البيبر دي اي بروف اوف برنسبل اكسبيرمنت بتورينا الكلام ده؟ في البيبر دي للاسف لا. هم في البيبر دي بيتكلموا على كلينيكال ترايلز على طول، هم دخلوا على طول في البيشنتس، بيتكلموا على التجارب اللي عملوها في مرضى. فاحنا ما عندناش في البيبر دي بروف اوف برنسبل اكسبيرمنت للاسف. وده يمكن يوضح لك هي ليه اتنشرت في المجله دي، لانه ما فيهاش معلومات كافيه، ما فيهاش ادله كافيه على انه الفكره دي بالفعل صحيحه. اي اما انت بتعمل اي كلينيكال ترايل، يعني بتجرب حاجه على مريض، في حاجه اسمها سنجل بلايندد ودبل بلايندد ستدي. يعني ايه سنجل بلايندد؟ يعني انا الدكتور والمريض قدامي
واحد فينا عارف النتيجه من قبل ما نعمل الاختبار. يعني انا مثلا المريض اللي قدامي، انا عارف ان المريض اللي قدامي بوزيتيف، بس المريض مش عارف، وبمسك الجهاز بتاعي، بمسك التست بتاعي واجرب. دي اسمها سنجل بلايندد، يعني واحد من الطرفين مش عارف. دبل بلايندد يعني لا الدكتور عارف ولا المريض عارف، واي تجربه دقيقه والنتائج بتاعتها كويسه والناس تعترف بيها اكتر في 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 التجارب اللي زي دي، المفروض انها تكون دبل بلايندد. يعني هو الكلام اللي مكتوب بيقول لك انه الاوبريتور بلايندد اوف ذا بي سي ار ريزلت، يعني مش عارف النتيجه بتاعه البي سي ار، التحليل الطبيعي المكان تاني من البيبر بيقول انه الاوبريتور هو واز ان اوير اوف ذا ريزلت اوف ذا بي سي ار. فيعني طب ما هو ممكن يكون المريض عارف وانا الحركات بتاعه المريض تخليني الحكم بتاعي على الحركه بتاعه السي فاست دي تتغير. ممكن احنا بنعمل دبل بلايند عشان نتاكد تماما، لا انت لا المريض عارف ولا الدكتور عارف. في نقطه نقد تانية مهمه جدا في البيبر دي، انها بتدعي انه درجه الحساسيه والسبيسيفست والخصوصيه بتاعه السي فاست ده بتصل الى 100% في بعض الاختبارات اللي عملوها. بجد انتوا قدرتوا توصلوا انه 100%؟ خد بالك احنا هنا بنتكلم ريموتلي from a distance. انا بحدد فيروس جوه جسمك بدرجه دقه 100%، مش باخد عينه منك، انا بعملها كده. الجهاز او التكنيك اللي بياخد عينه من جسمك ويروح يعمل ديتكشن للماده الوراثيه بتاعه الهيباتيتس سي ده تقريبا بيطلع منه فولس بوزيتيف ريزلت بتاع 15%. في نقطه تعجب هنا كبيره جدا. اهو ده الورقه اللي في او الكفر شيت بتاع طلب براءه الاختراع، اهو اسم الحكومه المصريه، اهو government of Egypt ministry of defense، اهو اسم وزاره الدفاع. في التكنيكال سبيسيفيكيشنز يعني الخواص بتاعه الجهاز ده، هو بيشرح لك بقى في الباتنت ابلكيشن، بيقول لك وزنه وطوله ومش عارف ايه وبتاع، بيقول لك it can detect any material until ما اعرفش بالجرامز، رقم كبير جدا، احنا بنتكلم في نانوميترز، فما اعرفش انا شفت الرقم ده بصراحه. يعني المفروض انت تجيب لي المينيمم، يعني اقل حاجه ممكنه ان انت تعملها ديتكشن، فاحنا هنا بنتكلم في كيلو. يعني الحاجه اللذيذه جدا بقى بيقول لك انه الجهاز ده كلام الباتنت ابلكيشن، الجهاز ده بيشتغل في رينج ووركينج رينج اوبريتس ان ا ديستانس فروم 1 تو 500 meters. الجهاز ده يقدر يشخص الهيباتيتس سي النانومتر، الكلام اللي احنا قلناه ده، على بعد 500 meters. 500 meters دي يعني احنا بنتكلم في نص كيلو. يعني انا واقف كده ومحطه الاتوبيس هناك في اول الشارع وماسك السي فاست، وواحد عدى فرح الاريال مشي معاه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. وغير كده الرينج ده من متر ل 500 meters، رينج كبير قوي. حددتوه ازاي؟ ما اعرفش، مفيش اي حاجه في لا في البيبر ولا في الباتنت ابلكيشن بتقول الرينج ده اتحدد ازاي، بس احنا بندعي ان عندنا جهاز بيشخص الهيباتيتس سي من على بعد نص كيلو. فالباور سورس بتاع الجهاز بتاع السي فاست ده جاي منين؟ ايه الباور ده؟ وهنا بيقول لك في الباتنت ابلكيشن بمنتهى الوضوح، بيقول لك انه الانرجي سورس ستاتيك انرجي ريزلتنج فروم ذا هيومن بودي. يعني ما اعرفش بقى البودي الجسم بتاع المريض ولا الجسم بتاع الدكتور، ما اعرفش. ويعني ايه ستاتيك انرجي؟ يعني ايه؟ بصراحه الحته دي كانت صعبه عليا قوي. يعني ازاي انا ماسك حاجه الباورنج بتاعها جاي من الستاتيك انرجي بتاع الجسم؟ ما اعرفش افتي فيها، مش شغلي، بس بصراحه ما فهمتهاش. يعني انا بصراحه نفسي امسك السي فاست ده وافك المسامير اللي فيه عشان اعرف جوه البتاع دي ايه، قياسا على اللي احنا عرفناه قبل كده انه الهيباتيتس سي بيقيس الفايبريشنز اللي خارجه من الار ان اي بتاع الفيروس. فبرضه المفروض انه السي فاست بيحدد الترددات او بيعمل ديتكشن للترددات بتاعه اجزاء في الماده الوراثيه بتاعه الفيروس وهو جوه جسمك من على بعد. انا كل شويه بعيد الكلمتين دول عشان تتخيلوا السكيل بتاع الانجاز. دي حاجه جميله جدا، ان احنا لو عندنا الحاجه دي الدنيا مش هتنام.
بس انا عايز اقول لكم انه لو بيقرا الحاجات دي بيبقى متوقع مستوى معين من اللغه، وعشان ياخد فكره كويسه عن الشخص اللي كتب الكلام ده انه انسان دقيق وانسان بيعرف يعبر عن فكرته كويس. بس مش هو ده موضوعنا خالص. ما شفناش اي حاجه ان انت عندك عينه كده على البنش وبتعرف بالسي فاست تحددها، ونبدا بقى نلعب مع العينه دي عشان نتاكد ان اللي احنا بنشوفه ده بحق وحقيقي، وان احنا ما بنشوفش حاجه سيجنال دي ملهاش علاقه خالص بالفيروس. ممكن تكون الشخص بيتحرك كده فالاريال بيتحرك معاه، الله اعلم، مفاتيح، ما اعرفش، ممكن تكون اي حاجه. بس لازم نثبت ان حركه هذا الجهاز مرتبطه بالفيروس اللي جوه الرئه بتاعك. في حاجات كتيره جدا في الموضوع في غايه الغموض. طب تعالوا بقى نشوف الكلام اللي مكتوب في الباتنت ابلكيشن بيقول لك ايه. هم جربوا الجهاز ده ازاي؟ هو بيقول لك احنا جربناه في العباسيه فيفر هوسبيتال. من شويه كنت بكلمكم عن اللغه وبتاع فيفر هوسبيتال، وعايز يقول مستشفى الحميات. المفروض ان دي هوسبيتال اوف فيفرايل ديزيزز مثلا، فاحنا ترجمناها على طول مستشفى الحميات بتاعت العباسيه فيفر هوسبيتال، معلش عديها. فهو بيقول لك عملوا ايه بقى في الفيفر هوسبيتال دي. قال لك احنا دخلنا going to the hospital and stopping outside whereas the device indicated toward the direction of the hospital. الكلام ده بالعربي يعني ايه؟ يعني انا المستشفى، انا واقف في الشارع الناحيه الثانيه رايح بشرب عصير قصب وماسك معايا السي فاست، واخد بالك؟ والسي فاست عشان جوه المستشفى عندهم عيانين عندهم هيباتيتس السي، فراح السي فاست الاريال مشاور ناحيه المستشفى. ده الكلام اللي مكتوب في الباتنت ابلكيشن. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ entering the hospital whereas the device pointed in the direction of the nearest room containing cases infected with the virus. يعني دخلنا بقى المستشفى ومعانا الجهاز بتاع السي فاست ده، فاحنا كل ما نيجي كده نعدي من جنب اوضه فيها عيانين عندهم هيباتيتس سي يروح الاريال مشاور ناحيه الاوضه. ميبي بيطلع علينا في الاعلام الدكتور احمد علي مؤنس اللي هو واحد من التيم اللي اشتغل في الـ في الـ في البحث ده، وحكى لنا حدوته حلوه قوي عجبتني جدا. قال انه كان بياخد عينه من مريض عنده استسقاء، يعني عنده اسايتس، واحد عنده هيباتيتس سي ووصل لمرحله الاستسقاء، فدخل الابره وطلعت وشك نفسه. يعني هو بيقول هو بياخد العينه شك نفسه، فقال قلق، حاسس انه ممكن تكون جات له العدوى دي. فقال بدل ما استنى 4 اسابيع واستنى لما اكشف وبتاع وكده، فتعال نجرب السي فاست اللي هو الجهاز اللي هو بيشتغل عليه مع الفريق البحث العلمي بتاعه. فوقف ومسكوا الجهاز بتاع السي فاست، فراح الجهاز مشاور عليه، اريال راح مشاور عليه. هو ده الكلام بتاع الدكتور احمد مؤنس. فالقلق بقى، يعني افتكر ان هو ايه لا قدر الله بعد شر عليه جات له العدوى. فالناس اللي معاه في الاوضه بقيه الفريق البحثي قالوا له لا 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 لا، طب روح كده اقلع الجاكيت بتاعك وتعالى تاني ونجرب بتاع السي فاست ده نشوف هيشاور عليك ولا لا. فطلع بره قلع الجاكيت وجي فمسكوا السي فاست فما شاورش عليه. فهو الدكتور احمد مؤنس قال انه اصله هو داخل الاوضه اللي فيها عمليه الكشف دي في مريض حضنه، في مريض خده بالحضن، فالفيروس جه على الجاكيته بتاعته. فهو بيحاول يوريك مدى الدقه والحساسيه بتاعت الجهاز. فهو لما قلع الجاكيته السي فاست ما قدرش يحدد السيجنال بتاعت الفيروس بتاع الهيباتيتس سي. حدوته جميله جدا، يعني انا وقفت عندها شويه لانه اكيد الدكتور احمد عارف انه الهيباتيتس سي مش مرض بيتنقل بالتنفس. يعني انا لو عطست مش هيجي على الجاكيته، الفيروس في الدم. ازاي لما المريض حضنه جه على الجاكيته بتاعته؟ دي حدوته تانية نحاول نفهمها منه. ادي الرد اهو اللي جالهم من الناس اللي بعتوا لهم يطلبوا منهم براءه الاختراع. الكلام ده على فكره الرد ده قاسي جدا يعني. وهنا بعد شويه بيقول لهم انه ان انت المفروض ان انت توريني ان انت عملت تجارب تخليني انا كمحكم للطلب بتاع براءه الاختراع ده اقتنع. فهو هنا بيقول لك ان انت this requirement was not achieved، عشان تديني انه كفايه انه بيقول لك الانفورميشن انسفيشنت، يعني انت ما حطيتليش في الابلكيشن ده معلومات كفايه تخليني اقدر اصدقك حاجات. هو بيقول لك انت استخدمت تعبيرات انا ما عرفتش افهمها.
وبعدين برضه بيقول لك ان انت بتقول انه بيعمل ديتكشن. على فكره الجهاز ده في الباتنت ابلكيشن بيقولوا انه بيعمل ديتكشن للمعادن وحاجات كتيره جدا. نو وير ثرو اوت ذا ابلكيشن انت اديتني ديسكريبشن اكيوريت, ان انت اديتني اكيوريت ديسكريبشن انه الجهاز ده يقدر يديفرنشيت او يعمل ديفرنشال ديتكشن ما بين الحاجات اللي انت قلت عليها دي بشكل ريبروديوسبل. تعالوا بسرعه بقى اخر حاجه عشان نخلص الموضوع ده, انتوا اكيد زهقتوا, نتكلم بسرعه على الموضوع بتاع الكومبليت كيور اللي هو الجهاز بتاع العلاج. في الفيديو اللي احنا المؤتمر الصحفي اللي كنا اتفرجنا عليه شفنا الدكتوره سالي مصطفى عماره بتقول لنا انه انها كانت مبهوره جدا بالتغيرات اللي بتحصل كل ساعه والاعراض اللي كانت بتخف لما المريض بيقعد على الجهاز بتاع الكومبليت كيور. وبعدين في برنامج تاني في قناه البلد قالت البروتوكول كان بيقول ان احنا نعالج العيانين اللي لسه ما وصلوش لدرجه المضاعفات. فهي هنا بتقول انا شايفه اعراض بتتحسن, وهنا بتقول احنا البروتوكول ان احنا بنعالج المرضى اللي ما وصلوش للمضاعفات يعني ما فيش اعراض. فانا بصراحه متلخبط في الموضوع ده, لان انا اشتغلت على الايدز 3 سنين, هو ده الكلينيكال كورس بتاع الاتش اي في انفكشن. في الاول بتاخد العدوى يحصل اعراض سيستميك اكيوت انفكشن, اعراض سيستميك دي يعني صداع, درجه الحراره ترتفع, تكسير في المفاصل, وبعدين الفيروس بيخش في مرحله كمون بنسميها ليتنسي, ويفضل بقى سنين, احنا هنا بنتكلم في سنين, يفضل سنين في مرحله الليتنسي دي لحد ما الخط الازرق ده اللي هو عدد الخلايا المناعيه السي دي 4 تي بوزيتيف سيلز اللي هو الخلايا اللي بيعديها الفيروس بتاع الاتش اي في يبدا يقل 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 مع الوقت, فتبدا بقى يظهر اعراض بتاعه سكندري انفكشن, حاجات تانية بتحصل بقى, فيبدا المريض يدخل في مرحله صعبه جدا. فانا بصراحه بناء على الكلام اللي قالته الدكتوره سعيد ما كنتش فاهم هل هي بتشوف في الحته دي ولا هي بتشوف في الحته دي, مش عارف. بعدين سمعنا سياده اللواء طاهر عبد الله بيقول لنا, ودي طبعا دي الحاجه اللي انا كنت مستنيها من اول ما بدا المؤتمر الصحفي, عايز افهم جهاز الكومبليت كيور ده بيشتغل ازاي. انا اول ما سمعت عن السي فاست اول حاجه جت في بالي عايز اعرف بيشتغل ازاي, برضو عايز اعرف الكومبليت كيور بيشتغل ازاي. فقال لنا سياده اللواء قال لنا ان نظريه عمل الجهاز زي جهاز الغسيل الكلوي, بناخد عينه الدم وبنعديه على اله معينه بتعرض الدم لاشعه بتقطع الفيروس وتحوله لاحماض امينيه يستفيد منها الجسم. ده الكلام اللي سمعناه من سياده اللواء طاهر عبد الله. يعني انا لا قدر الله مريض بالهيباتيتس قعدت وبعدين حطوا حاجه هنا وبعدين خدوا الدم بتاعي والدم بدا يمر في انابيب والانابيب دي بتعدي في الجهاز اللي انتوا شفتوه كلكم في الفيديو, وفي حاجه شعاع بينزل على الخرطوم بتاع الدم اللي ماشي فيه ده وينشن على الفيروس يكسره. برضو ده اعجاز كبير جدا جدا, يعني القيمه يعني حاجه احنا بنتكلم في خيال علمي. الجهاز بتاع الكومبليت كيور ده بينقي الفيروس اللي جوه الدم وينشن عليه يكسره ويحوله لاحماض امينيه. طيب هو الاتش اي في ده لما بيعدي الخلايا بتاعتنا بيبقى شكله عامل ازاي؟ ده الفيروس بتاع الاتش اي في, والدي ان ايه ده يدخل جوه النواه, دي النواه بتاعت الخليه, ويعمل حاجه اسمها انتجريشن. الفيروس بتاع الاتش اي في بيتحول الى جزء من الكروموسومات بتاعتنا. ما فهمناش من سياده اللواء ازاي احنا عندنا فيروسز ماشيه في الدم, في فيروسز ممكن تكون فري يعني ماشيه بحريه, وفي فيروسز جوه الخلايا. ما فهمناش من الوصف اللي قال ده اللي احنا سمعناه ازاي. طب احنا هنقضي على هننشن الاشعه دي بطريقه ما, هتنشن على الفيروسات اللي ماشيه بشكل فري في الدم. طب ما قالناش طب ودول هنعمل فيهم ايه؟ ده هي دي مشكله الايدز. افترض ان الكلام ده موجود, انت كسرت اللي بره, طب عملت في ده ايه؟ انت عشان تكسر ده لازم تكسر الخليه, وعشان تكسر الخلايا بقى انت موت العيان. فاحنا ما فهمناش عمليه السبيسيفيسيتي دي جت منين او الدقه الشديده دي جت ازاي. في ناس عندها هيباتيتس سي بتعمل زراعه كبد, وبعد ما تعمل زراعه الكبد بيرجع لها الهيباتيتس سي تاني. واحنا في الكومبليت كيور بنتكلم عن ان احنا هنشفي المريض بنسبه 100%. في علامه استفهام كبيره قوي. هزيمة الفيروس عملية سهلة جدا, ولكن يؤتي الحكمة من يشاء. أنا قلت للسادة الزملاء في يوم الأيام إن أنا أقدر أعالج 5 حالات إيدز مقابل حالة واحدة من السي.
وبعدين بيحاول يفهمنا ليه الكلام اللي بيقوله ده، لانه دي شرحها كيميائيا بسيط جدا، انه فيروس السي دبل ستراند والايدز سنجل ستراند، فمن السهل هزيمه الايدز عن السي. برضو معلومه مهمه جدا كلكم سمعتوها، قال ان انا باخد الايدز من المريض واديه له صباع كفته يتغذى عليه، وهذا قمه الاعجاز العلمي. انا اول بصراحه ما سمعت الموضوع ده انتبهت جدا، يعني لفت انتباهي جدا المعلومه دي، لانها يعني معلومه غير صحيحه من ناحيه علم الفيروسات. المعلومه دي غير صحيحه، انا توقعت انها قلت ممكن تكون زله لسان او ممكن تكون حاجه يعني حاجه غير مقصوده يعني، انما بعد كده اتنشر في جورنال المصري اليوم حوار صحفي مع سياده اللواء، وقال فيه كرر فيه نفس المعلومات اللي قالها اللي لفتت انتباهي في المؤتمر الصحفي. اتكلم على ان هو الجهاز بتاع الكومبليت كيور ده بياخد الفيروس ويكسره حتت ويحوله لاحماض امينيه يغذى منها الجسم، وبعدين برضو بيقول لنا انه لما المريض بيجي له بيطلب منه ان هو زي يصوم او ما ياكلش بروتين حيواني لفتره، لانه الجرعه بتاعه الفيروسات اللي بتتكسر بتدي له بروتينات كتيره جدا، فهو بيقول له يعني ايه ما تاخدش بروتينات قبل ما تيجي عشان الفيروسات اللي هتتكسر دي هتضخ في جسمك كميه من البروتينات رهيبه جدا. تعالوا شويه نفهم الكلام ده علشان مهم قوي، المهم ان قوي نعرف الموضوع ده. تعالوا الاول نمسك الحته بتاعه صباع الكفته اللي هو اللي انت بتاخد الايدز وتحوله لصباع كفته. هو كان عايز يقول صباع الكفته ده بروتينات، يعني عايز يقول ان انا بحول الفيروس لبروتينات يتغذى عليها، ويعني يستخدم الوصف بتاع صباع الكفته. احنا في من شويه كده في الاول قلنا الفيروس ده حجمه صغير جدا، يعني من 10 ل 100 نانومترز، يعني ده سكيل اهو نانومترز، ده حجم الفيروس، ده حجم خليه البكتيريا، ده حجم الخليه العاديه، وبعدين نوصل ل 10 تو ذا 8 اللي هو كره التنس. لو احنا جبنا كل الفيروسات اللي في جسم المريض وحطيناها مع بعض، الحجم بتاعها يعني ما اقدرش اقول لك بالظبط بشكل علمي دقيق هو حجمها هيبقى قد ايه، بس ممكن يتراوح من راس الدبوس لحد كره التنس دي، بس عمرها ما هتزيد عن خليني اقول لك حجم كره التنس. سياده اللواء بيقول لنا ان هو بيخلي العيان يصوم علشان كميه البروتينات اللي هتتكسر اللي هي خلينا انا بديك ماكسيمم، يعني حاجه ده اعلى حاجه حجم كره التنس. يعني انت انا باكل نص كيلو كباب بيتهضم في 8 ساعات. تعالوا بقى للحته الثانيه بتاعه الحبل والحبلين والسنجل ستراند ودبل ستراند، دي مهمه جدا، وانا قلت لكم قبل كده انها يعني خطا علمي، ولو سمعناه من طالب عندنا بنبقى مش مبسوطين. يعني الايدز في ستراند واحد بس او حبل واحد بس زي ما هو قال، والفيروس بتاع السي في دبل ستراند في حبلين، فبالتالي من السهل القضاء على الايدز عشان هو عنده واحد، انما الهيباتيتس سي عنده اثنين، ده عنده واحد ده عنده اثنين، فسهل اقضي على ده اكتر من ده. هو ده المنطق، هو ده المنطق اللي اتقال بيه الكلام ده. طيب انا يعني مش هقول لكم روحوا دوروا في كتاب علمي بتاع فيروسات، يعني مش هقول لك روح دور في تكست بوك، روح في ويكيبيديا، روح في ويكيبيديا وانت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا ودور، هتلاقي انه ادي هيباتيتس سي السنجل ستراندد، وادي الاتش اي في السنجل ستراندد برضو. خد بقى دي كمان، انا اشتغلت على الاتش اي في 3 سنين. اكشولي اللي هو الاتش اي في سنجل ستراندد، بس هو عنده 2 كوبيز من الار ان اي بتاعه. فسياده اللواء كان بيقول لنا انه سهل القضاء على الايدز عشان فيه واحد عن الهيباتيتس سي اللي فيه اثنين، في حين انه العكس هو الصحيح، واصلا الاثنين بيعتبروا سنجل ستراند، ده خطا علمي. وكمان المنطق بتاع ان انا اقدر اموت الفيروس اللي عنده واحد بأسهل من الفيروس اللي عنده اثنين، برضو المنطق ده محتاجين شوية نفهمه. يعني مثلا كأن انا بقول ان انت ادخل مني شوية، فلو اديتك اسبرين هيشتغل معاك بشكل ابطأ شوية، او مش هيدي معاك نفس الافكت، يعني فيها نوع من السايز. احنا بنبص ان ده في حاجتين وحاجتين دول فبياخدوا وقت اطول او بياخدوا مجهود، برضو المنطق محتاج شوية فهم، لانه يعني ما قدرتش اوصله. يعني
خلصنا بقى العلم ودخلنا بقى في حواديت تانية. برضو خرج لنا سيادة اللواء بيقول لنا انه الجهاز ده اتعرض عليه 2 مليار دولار عشان مكان ما او دولة ما ياخدوه. وبرضو حكى لنا انه مخابرات انه اتخطف وفي مخابرات رجعته مصر تاني. ف الحمد لله على السلامة، حابين نقول الحمد لله على السلامة. وبعدين برضو من الحاجات اللي اتقالت في الإعلام، برضو سمعنا الدكتورة إحسان حنفي حسين في برنامج من البرامج بتقول لنا إنه الجهاز بتاع الكومبليت كيور بيقضي على جميع أنواع الفيروسات وأنتي باكتيريال، ده اللفظ اللي هي قالته. وقالت كمان المذيعة سألتها إذا كان بيقضي على الكانسر، قالت لها وكمان بيقضي على الكانسر والصدفية والسكر. بجد؟ الكلام ده حقيقي؟ طب عيني في عينك كده؟ الكلام ده حقيقي؟ يعني محتاجين نحط الكلام، أما الناس بره هيسمعوا الكلام ده هيبقى فيه، أنا بحاول أفهمكم الرد مش لطيف اللي الناس بتقوله على الكلام اللي سمعوه في الإعلام. البيش دي بتاعتي، درجة الدكتوراه بتاعتي على الانتي فايرال كيموثيرابي، فانا اشتغلت على الادوية اللي بتعالج الفيروسات لمدة 4 سنين، فانا عارف الحتة دي كويس. والموضوع حدوتة تانية خالص، احنا عشان نموت فيروس بنروح ندور على تارجت، وانا مش هدخلكم في الكلاكية دي، بس انا عايز اقول لك انت علشان تطلع دواء يقتل فيروس انت بتتكلم في حاجة تانية خالص. بس هو في ناس قالت لنا انه احنا الكلام اللي سمعناه برضو في الاعلام انه لا ده حاجات كيميائيه انما الدواء فيزيائي. جميل. والناس برضو قالوا لنا اللي سمعناه لما الناس سالتهم ايه الدواء الفيزيائي، قال لك دي اسرار عسكريه. جميل، على راسنا من فوق، ما فيش مشكله. احنا بس عايزين توضيح من الناس اللي قامت على العمل ده للناس المتخصصه اللي زي خالاتي كده اللي عايزين يفهموا ايه الحدوته دي. وبعد كل الكلام اللي انا قلته لك ده اتمنى ان انا اكون غلط، واتمنى انه الكلام ده فعلا يكون حقيقي. هل انا هكون فخور لما الكلام ده يكون خارج من بلدي؟ جدا، مش محتاجه سؤال، هكون اول واحد بيحتفل. هل انا فخور بالطريقه اللي تعرض بيها الكلام ده على الاعلام وعلى الاعلام للعالم كله؟ لا، ما كنتش اتمنى ان الموضوع يطلع بالطريقه دي تاني بالمنظر ده. أرجو أكون وحاولت أن أنا أبسط لكم العلم اللي وراء الموضوع، ونتمنى يعني أن الفيديو ده يوصل للناس اللي عملت الاكتشافات دي وترد علينا تفهمنا وتقول لنا أن إحنا غلط وأن هم صح، وأن الكلام ده نقدر نعرضه على المجتمع العالمي بشكل علمي نكسب بيه احترام الناس ونظهر بشكل مشرف وناخد الكريدت اللي إحنا نستحقه. لأن إحنا، وانا بقولها لكم في الاخر برضو تاني، لو احنا عندنا الامكانيات ان احنا نعالج الفيروسات كلها بالمنظر اللي احنا سمعناه وعندنا الجهاز بتاع السي فاس ده، احنا عملنا انجاز عظيم جدا. انا عايز بلدي تاخد الكريدت اللي تستحقه، وعلشان كده انا عملت الفيديو ده. شكرا على استماعكم، نشوفكم على خير.